مراكش، هو شرف ليا. وبعد ما وصل المهرجان الدوره ديالو 20 كنظن انه شرف لينا جميع انه يكون عندنا مهرجان بهذا الحجم، واحد ضمن واحد الاستمراريه، وكنهنئ بهذه المناسبه القائمين عليه، وكنتمنى ليه ان شاء الله الدوره 100 ولا اكثر كاع ان شاء الله الا بقينا في الحياه. حضور ديالي هنا راه ماشي حضور شكلي، لان بصح كتبارطاج معاك موا تو في الخدمه في الدار، احنا واحد. السلام ممثل هو فنان كتعرفوه، هو ديال الجمهور ديالو، يعني محبوب من الجماهير الحمد لله. الامل ديالو كتشهد ليه، الامل ديالو كتكلم عليه. كازا وجبي بكريا نقول الا الله يخليه ليا، الله يخليك ليا. نبغي نقول ليه سلام، استمر كيف ما نتايا، اختار الامال ديالك بتاني كيف ما كدير ديما. يعني ما يمكنش يدخل على عمل بلا ما انه ياخذ وقته ويشتغل عليه، يشتغل على الدور، على الشخصيه. دونك انا كيعجبني في هذا الكوتي بزاف، في الكوتي بروفيسيونيل. بغيت نقول لك انت شتي علاش هي انا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.